إذا سألك سائل عندما تمشي في الطريق يسألك بعض الناس يقول هل أنت مسلم؟ لو تشك ميسوي مسنا مسيكا متي ممتنع سيكا زال سيكا سنريم تعالى نزل ومو ينوزي في الإسلام إسلام تقول نعم أنا مسلم مزروات اسم سيدنا لو إيه زوج في الإسلام يقول لك ما هذا الإسلام؟ ينفيرنا من قال نويز وين نموزنا تو إسلام إذن كيف أكون مسلم مثلك؟ ينتهي زوي أكو بتاكن هون الموافق ولا سفي الإسلام تاكنو إذا كنت لا تعرف الإجابة هذا معناه أنك لست بمسلم ممكن يقول لك هذا الرجل من فرق بيني وبينك أنت لا تعرف الإسلام وأنا لا أعرف الإسلام فراوجك اسفانتا نوزي ممالا زن فانتاني نزل ديتش سبارا نوبين اسلام ونو ديميتي تيل لولوي ان ما بيعرف كتشكرو ان يفهم ديال ما اسلام ونو اسفانتا نو اذا لابد نعرف ما هو الاسلام فرو اذا ديال سميس ميلا فانتاشيكو ان ها زابا جانشينو اسلام زن سميس ميلا فانتاشيك زابا ما كاسك الاسلام لابد نتعلم الدين الاسلامي اتشيكو ديال سميس ميلا ميانا تنفنون الاسلام إذا نحن لم نتعلم الإسلام من يتعلم الإسلام؟ روجك تشيك زملاء في الإسلام تشيك تقول شميان عشان زن في من الإسلام زن في زي يصير سكوي أنا زن في من زن هل النصارى يعرفون دين النصارى أو لا؟ مو في نبالة من رواب تشيك كريستيان ما فانت زن في من كريستيان نسيت ما فانت في جرو نعم يعرفون زبوات فانت دول في منو إذا نحن من باب أولى لابد نتعلم الإسلام. فمن زنتين أنسيك تريني لا أعرف أمين من زبب تزان أنسيك وتكون فلوني ما فاتش بدخولي في نوسيك. لا يمكن أن يقول أنا مسلم وهو لا يعرف ما هو الإسلام. زابا ستشيكين سينا بالفيد ما يتولى ذكرين لا زفوي زوبي في الإسلام ونفهم سما فاتش مكسكو في نوسيك الإسلام وقوزا نعم.